اهلا وسهلا فيكم بالغيني. اسمي سيسين رميز وعندي ملحمه هون. يلا تعال معي انطوني تفرجيك شو عندي. نحن بنشتهر بالمعزه اكثر شيء. هلا بدي ذوقك اللحم اللي عنده وانت بتحكم. انت بتحكم على اللي عندي. نحن اول كل جمعه عندنا بقر، اخر جمعه بنذبح معزه وغنم، يعني جمعه سبت احد، لانه هون بتعرف منطقه اللي بيجوا لعندك بيجوا اخر الجمعه تيدوق اللحم النيء. شوف هاي قصبة المعزة غير شكل. هلا بتشوف انت وبتدعي لي. ليك ما هي ما فيها اسرار، فيها نفس هيدي بس مش اكثر من هيك. كل واحد فيه يشتغل لحام، بده يكون بس نفسك انه انت انه بتحب هالشغله، بتحب تقدر تعطي من قلبك للناس، مش اكثر من هيك. مش اكثر من هيك بس، وتكون اكيد البضاعه نظيفه، مش بضاعه تجيب بضاعه زباله وتبيع على الناس. هلا عم شيل لك كثير المعزة. اطيب معزة، اطيب لحمه بالعالم هي الفتيله، واطرى لحمه. يعني بتاكل شو بدي اقول لك؟ شيء سوبر طري وشيء سوبر نكهه طيبه، لان هيدي معزه اكلها من هون حشيش. بعد بدنا نعمل كفته، الكفته اطيب شيء مو زيت ورقبه. اللي بقول لك غير هيك شو بدك فيه؟ رح نعملها، رح نعملها رقبه نحن. كمان رقبه معزه. ليك هي الكفته مشهوره اكثر شيء على السطور. هي بتاكل الكفته الشعبيه الموجوده على السطور. انا ذوقها كفته على السكين بالسكين، يعني مثل واحد عم يعمل تبوله. السكين هيك مثل البصله، انا ما بينزل منها زوم. اذا بتعملها على السطور، السطور بياكل منها بتعمل زوم، بس بتطلع طيبه، مش انه مش طيبه، بتطلع كفته كثير طيبه. بس ما حدا بيعملها، هلا بتذوقها. اهلا شباب. اهلا فيك. اهلا فيك. هو الشباب عندي كيف ما كان لهم 10 سنين، كل يوم كل يوم كل يوم الساعه 6 في صبحيه، صيف شتاء تلج شو بدك على طول. خليكم صحتكم، خلينا هيك صحه، خلينا هيدا القصبة، هي قصبة المعزة، مش حيالله قصبة، هيدا القصبة بسميها أنا بومبون، لأنه فيها سويتنس، فيها حلاوة بشكل مش معقول. ما بتشبه ولا قصبة بالعالم. مش معقول. كل ما بيحب قصبة بصير ياكل قصبة. بدها هيك خبزة غير شكل، شقفتين حرزانين، سقفة لي غير شكل كبيرة، ورقتين نعناع. صح. يلا. شوية ملح. ورقة نعنع 100%، شوية بهار، وعشتم عشا لبنان. صحتين. اهلا وسهلا، خلينا اياكم اخوات، خلينا لحالنا. احلى صبحية نحن وياكم. الوعية كانت عظيمة، وعية بالطبيعة، صحن لبنة على بكرة وشوية بيض مع قوارمة، شي جنون. بعدين كفينا على شي خويت، يلي هو لحم الني، القصبة نية مع سيسين، هاللحام الشاب اللي ترك كل شغله طيطلع يشتغل ويعمل اللي بحبه. وهلا وصلنا وين؟ على جورة الترمس. من وقت ما فت على الضيعة حسيت شي، ما بعرف شو بدي خبركن، بس حسيت شي. البيوت، الحجار، البواب، فرن الست الختيارة، اف. يلا تاني نهار ببلش بمكسيم حماس، هيتا نتعرف على فتوح كسروان. بونجور بونجور بونجور. اهلا 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 وسهلا فيكم. ضيعة جورة الترمس هون، وإلي 25 سنة هون بالمحل. بتجي بتاكل لحمة بعجين، بتاكل زعتر، بتاكل سبانخ، كشك، شانكليش، بيض وقوارمة. بعمل لك وحده زعتر وحده جبنه على ذوقك. اخذنا الزعتر. ايه طلعوا الزعترات، والله خميرتها شكلها عظيمه، خفيفه كثير كثير. هلا دوق العجينه وشوف عجينتها، شكلها روعه. هلا
طريه مثل ما لازم تكون، على تحميصها كثير خفيفه على الاطراف. هلا واو، هذا شغل نظيف. Very nice. Very spongy, very soft. طلبت واحد جبنة. زيت شي. طلع. مثل ما لازم تكون. مرتاحة مثل ما لازم تكون. يا اهلا وسهلا، نحن بجوده الترمز هون ملحمه الفتوح، معك جوزيف الطايف، ويا اهلا وسهلا فيكم وشرفتوا. نحن اكثر شيء هون بنذبح بقر وغنم، واجمالا العالم تاخذ ناي اكيد غنم، تتروق قصبي فتيلي، في كمان بياخذوا كبه نيه تابله مشاوي الاحد سبت واحد. هلا عم نحضر القصبي، عم نقشرها. هيدا قصبة بقر؟ قصبة بقر، فيك تاكلها نية لأنه عجل بلدي صغير. إذا كان صغير وبلدي بتتاكل، ها؟ لحمة البرجر مفرومة خشنة، فيك تعملها دورين وبتحط لها بهاريتها وكعكيتها وبس بتخليها على طعمتها، ما بنزيد لها أكثر من هيك هون. بندوق. سخنة بعدها. هلا بتذبح هيك؟ سخنة سخنة. شيل عن الميزان. سو هي بقرة زغطورة؟ ايه عجل صغير. ما بنذبح بقر. انتية لحمتها ما بتسوى. يعني تتكون ذكر. اجمالي انا معود انا باكل معزة، باكل غنم، ما بحب الغنم، بحب المعزة كثير لأنه very sweet and juicy. هيدي كثير قريبة من طعمتها وسخنة. بعد احساس. شيل عن الميزان. شلناهم من دار الزلمة. طازة. اهلا وسهلا فيك بجورة الترمز. جورة الترمز ضيعتكم، ضيعت الجميع. هي جورة الترمز ضيعة استياف من سنة ال 43 فيها استياف. في عنا اوتيلات، عنا مطاعم، عنا سباكيت، وعنا ملاحم، وعنا افران. هاي انطوني، انا بول الرقماز من جورة الترمز. حابب خبرك شوي عن ضيعتي الحلوة يلي بالنسبة لي هي احلى ضيعة بالدنيا. جورة الترمز فيها ثلاث كنايس، مرشاليطة، سيدة النجاة، ومر يوسف. فيها أول أوتيل بالمنطقة، أوتيل أدونيس، وبعدين صار فيها أوتيل تاني، أوتيل سان بول. كان لها ازدهار رائع بالمرحلة السابقة قبل الحرب، ولكن أصاب اللي أصاب كل لبنان بالحرب. بال 1890 طلب البطرك يوحنا الحاج من الخوري بطرس الرقماز تأسيس أول كنيسة مارونية بأمريكا، فبقى راح الخوري على أمريكا أسس أول كنيسة. ومن والملفت أيضا أنه بحوالي 100 سنة جورة الترمز أعطت حوالي 15 كاهن بضيعة، عدد الناخبين فيها حوالي 500 إلى 600 ناخب، يكون فيها 15 خوري، شيء أمر ملفت. كل كنيسة بوصل عليها بقول انه هيدا يمكن اهيا من اللي قبله، برجع بوصل بشوف تسلم اصعب من اللي قبله، من سلم الومنيوم كتير صعب وبيلعب بجيش، وصلنا هلا على هذا السلم الحديد والكتير عالي. طيب خلينا نطلع قبل ما نبلش شو ما كان، نشوف الجرس مين عامله؟ من ايمتى؟ وشو مكتوب عليه؟ يلا نبلش من فوق. وصلنا على الجرس، دغري بتطلعوا من الزيح اللي معمولين، بعرفهم صرة تبع بيت شباب، ومكتوب عليه 1909. نسمع صوته الحلو بالإصبع. انه عملنا واحد، نعمل اثنين، يعني هيك وصلنا. بس عم بيقولوا هيدا اجدد من هيداك، 1909. هيدا اي سنه؟ ليتس جو. وصلنا على الثاني، فيه كتيبه شوي اكثر. اها هيدا معمول سنه 2000، من 22 سنه، بمزرعه يشوع مش ببيت شباب.
تشيك. نحن صديقي من سنة 1978 تعمرت سينما. مشيت. ضلت ماشي من سنة 1978 لل 1990. وصلنا لوقت سينمات لبنان كلها واقفة ما عدا سينمتي. انزل تحت القصف على جوني لعند بيت الحداد على الأمبير. جيب فيلم ودوره. هوني. هوني كمان المنطقة كانت تتعرض أحياناً لقصف. في عنا أوتيلين تبقى كومبلي سبت وأحد، عندي أربع حفلات تبقى كومبلي. ليش؟ لأنه يهربوا من القصف مثل كأنه ملجأ، عنده بشكل ملجأ. كثير كان جو حلو، كثير كان في بحبوحة، كثير العهد الجميل. كنا تحت القصف ونبقى الناس مرتاحة. نحنا عنا محل كنا نجيب بزورات. لا، ما كانش في بوبكورن وقتها، كان في بزورات. العجقلة كنا نعمل حفلتين كل يوم، كانت الساعة 6 والساعة 9 الحفلات، كانت 3 ساعات، مش مثل اليوم صارت 4 حفلات مثلا بالسينمات الحديثة، كانت حفلتين 6 و9 شاك جور. يبقى 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 في عجقة، يبقى في حركة، يبقى في 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 كل شيء، كل شيء كل شيء مزبوط. الصوت كان مزبوط، الصورة مزبوطة. كان عندي خاي، نحن 3 أخوة الله يخلي ويا العالم كله. كان عندي خاي محامي، هو محامي 25 سنة، جورج رقميز، كتير ضيق وكتير قلاوي. يخلي ندور أفلام، يقطع بالفيلم 2 من يبوسوا بعضهم، شو يعمل خيي؟ يحط كرتون يغطي المشهد، يقوموا ايامتهم، ردوا لنا المصريات، ردوا لنا المصريات، شلتوا لنا المشهد، نحن جاي كرمال المشهد يا شباب. خيي الكبير قال له يا خيي يا حبيبي، هدي هي كرمال المشهد هودي، اترك لهم اياها بدنا نشتغل نحن. لا خيي، في اخلاق، في ضمير، ايش يعمل خيي المحامي؟ يرجع يحط الكرتونه، هلا بدنا مصرياتنا، بدنا مصرياتنا. يا خيي جورج، نتقتل نحن والعيله، مش رح ندير لكم مصرياتكم، رح ندير لكم المشهد يا شباب. المشهد رح ردوا هالباوسي الصغيرة أو هالغامرة الصغيرة حدلكم إياها، بس هيدا خينا ضيق، هيدا المحامي رح أعزله من هون، بدي فوت أنا أدور هالسينما. خلي ليك يا ريت بترجع الضمير مثل أيام زمان والأخلاق والمحبة عند العالم. خلي ليك يا حبيبي، يعطيكم العافية. بعد قائمة هاي ملحمة بيتية صارت. من أي سنة؟ إيه، من سنة 1914، من حرب الـ14 هاي الملحمة، ولكن هلا صارت بيتية. أنا وإخواتي بنتسلى نتفزيني بنتبشرات وبس. نحن عليني رايحين على فرن صاج يا هلا، بيعملوا لنا منعيش على الصاج، بيعملوا كل شيء على الصاج عندهم. نحن بصاج يا هلا هون بجورة الترموس لنا فوق 12 سنة، خبز مرقوق، منعيش جميع أنواع المنعيش، بنعمل كمان خبز مرقوق ومنوزع على المحلات مش بس لهون. نحن خبز الصاج صحي 100% خصوصا للرجيم، بدون سكر، ملح قليل كتير، قمحة كاملة 100%، ما في شيء أي مواد حافظة. هاي خصوصي كتير صحية، كتير بيض بلدي. هاي الأورمة بلدية نحن بنعملها عائدنا. هذا شانكليش مع بصل وبندورة. هذا الزعتر، زعتر بلدي. عجبتني الطريقة اللي كانت البيض عم بينزل عليها وقديش قاسي. عجينتهم شكلها كتير مهمة. هي بدها هيك اللقمة
بيض، أورما، شوية لبنة. واو. مثل البسكوي من برا، نوحة أورما عظيمة عظيمة. طرية كتير. محمصة مثل ما لازم. Very nice. المشهور مش بالغلط. يلا يا هلا صاج. تالت ترويقة، رابع ترويقة، خامس ترويقة، وقفت عد منكفي البرمة. هلا رايحين عند بونشوا عند حلويات مايا رومانوس الرماز، أطيب حلويات عندها. أنا بشتغل حلو مثل ما شايف، كله شغلي بالبيت، عندي مطبخ خصوصي، بعمل حلو بالبيت على أنواعه، بيتي فور وكيكات، كله كب كيك وأعياد ميلاد وهيك. هيدا كيك جاتو شوكولا عادي، وهيدي تارت شوكولا، تارت اكزوتيك، هيدي البروفيترول، هيدي الجاليت بانان. عجبتني كتير، شكلها حلو، قرشتها حلوة كتير، سوبر غنية، ما بتشهي؟ ماكسيموم. أول ما شفتها بالبراد حسيت لها شيء، وقلت أنا وياها رح نصير أصحاب. سوبر كريمي، سويتنس كتير خفيفة، بتجلغم الدنيا، بتقرش وبتدوب مثل ميلفاي. واو، هيدا شغل نظيف، شغل سوبر نظيف، very recommended. فينا نعتبر ست ترويقات، فينا نعتبر بعد في واحدة سابعة. فينا نخبركم انه كتير حلو، فينا نخبركم انه كتير طيب، فينا نخبركم انه في اشياء لذيذة، والشبيبة بعد طلعوا كله لحقيننا من واحد لواحد لواحد. اوه ماي جاد قديش حلو، مش معقول شو حلو. هيدا هو جونا، هيدا هو نحن، هيدا هو طيعة بلبنان، هيدا هو اللي بيجمعنا. شي روعة 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 روعة، ما عم يعني ما عم بهدى. كول، تفضل حاولوا. هون اوتيل سان بول، هذا معمول سنة 1954، بنى هذا الاوتيل. فادي بولس رقميز، صاحب اوتيل سان بول، من ايام الويلت كنا على المنارة بليس، اخر شارع بليس. من بعد ما صارت شوية احداث بلبنان نقلنا لهون. هون كان قبل بدك تقدر مثل فيلا، يعني اوتيل سمول بزنس. رجع عمل تاني طابق لان صار زبونات بيروت يطلعوا يصيفوا عنا هون، ومن بعدها انتقلنا لهون عطول من بعد تقريبا 78 وانتقلنا لهون. وعندك الحفلات، يعني نحن كنا مميزين عنا هون، بدك تحجز من سنة لسنة مش من قبل بشهر، عطول مفولين. اوتيل عبارة عن مثل ما انك شايفه فوق، يعني صغير للمنطقة، وكان قد ما كان فيه يبقى عجقة نسبيا كان يبقى صغير، يعني وديع الصافي مغنى عنا. هلأ هيدا التراس عصغر حجمه بهديك الأيام، فيك تقدر انه مغنى فيه مين الأسامي القديمة اللي بتعرفها. أنا مش ذكرها من ورا أخبار بي، يعني كان يقول لي مثلا أوكي قلنا لك وديع الصافي، قلنا لك سميرة توفيق، كانوا دارجين فرق الأجنبي قديمة، بتعرف كانت بعدها ديسكو وقبل الديسكو حتى جيرك وماجير، كان يعملوا باليت كبيرة بال دانسات. كانوا عندك الفايف فينجرز، عندك أهلا وسهلا فيكم بدير رهبات إديسي تريزة زورة الترموس. عنا أرض هوني حد الدير بتطلع تقريبا شي 2000 متر، زرعناها وهي دجال كانت مزروعة، وحبينا نعمل شي من التصنيع الزراعي تنشجع العالم. حتى في ناس اشتركوا، عملنا معارض بعيد سان تريز كل ما على مدة سنتين، بعيد سان تريز بـ 21 تشرين.
استاذ بين. حط علي المستلزمات. ضروري بالاخر نروح على السوق. ما في عجمة مربى لبناني هيدا لقسيم. هلا ان شاء الله بنقدر من الايام المستقبل ترجع الاوتيلات ترجع على تاريخها القديم، لانه بهمنا ترجع هذا النشاط، ونحن عم نسعى الناحيه الانمائيه، ولكن بتعرف الوضع الاقتصادي شوي مأثر، بس عم نسعى اكثر ما فينا. عندنا كمان نسبة الاقتراب كثير بين البرازيل، عندنا باستراليا، عندنا البرازيل، عندنا بامريكا، عندنا ناس كثير واشتهروا يعني اخذوا اسماء كبيره، ونحن بس نقول جوره الترموس نفتخر اكيد بجدودنا وببيتنا، وهذا شيء كثير منيح، وعندنا سمعه كويسه، وان شاء الله نقدر نحن نحافظ عليها على الجيل القديم. وعنا نسبة مسقفين كتير كبيرة كمان معروفين، ونسبة ملاكي أكتر. طيب هلأ وصلنا على أوتيل أدونيس، هذا أوتيل الثاني عنا اللي بالضيعة، هذا نبنى سنة 1923، بس هني آخر فترة صار مهمل شوي، بس من 1923 ده 1990 هذا الاوتيل ماشي، كان على طول مفول، عملوا اول جناح رجعوا عملوا جناح طابق فوقاني وفوق، من ورا عنده جناح ثاني. نحن هون بمعمل الحرير يلي التسمية تبعوله كرخينة. هيدا المعمل كانوا كل المنطقة كانت عايشة على انتاج دودة الأز يلي من خلالها بيصير في عنا الحرير، وهون كان يجوا يحطوهم بحلل مي سخنة مشان يقدروا يطيلعوا الشرنقة، وبالتالي يطيلعوا الحرير من هالمنتوج هيدا. وهيدا كانت ملكية خاصة، واستحوذوا عليها ناس من الجزء من الملاكي وحولوها لمسكن خاص أيدي الترميم. نحن بسطة فيك أنتوني كتير، نحن شرفتنا اليوم بالضيعة، ناطرينك زيارة تانية أكيد ما بتأخر علينا، وأهلا وسهلا فيكم جميعا. منطقتنا بتتميز بالعسل الأسود من قلهم يلا عسل السنديان، وكمان عسل يعني بيشيل من الزعتر. نحن هون المنطقة زرعين فيها بحدود 100,000 شتلة زعتر. العسل اللي عنا زوبي كيبر بلشنا فيه، نزلنا بالماركة جديد تنميزه وتنقدر ننزله على الماركت، لأنه كل الناس عم تنبش على عسل طبيعي ناتورال 100%. في عنا نوعين عسل يلي هو السنديان بيطلع بالمنطقة هون، بيتميز أنه فيه بقلبه كمية معادن عالية، هو أي شخص عنده سكري أو بحاجة للمعادن موجود بعسل السنديان. وفي عنا عسل الكينا الإيكاليبتوس، عسل كتير مشهور بدول برا بأوروبا. نحن هلأ مبارح جبنا النحل من الجنوب، كنا حاطينه على الليمون مشان تنطيلع عسل الليمون. كل منطقة منحط بقلبها العسل منطيلع نحل من الشجر يلي موجود بقلبه. هلأ نحن نقلين النحل تبعنا مشان نحطه هون، نجهز حلنا كرمال عسل السنديان. اشتروا عسل من النحل بتعرفوه، توثقوا فيه، لأنه النحل والعسل هي ثقة بيننا وبين النحل، وثقة بيننا وبين الانتاج اللي عم بيطيلعه، لأنه العسل هو بيشبه النحل بالثقة فيه، بطريقة شغله، بالنظافة اللي عم بيشتغل فيها. احنا عنا أجود أنواع العسل لأنه في عنا كتير أصناف زهر موجودة عنا بلبنان، وطبيعتنا في عنا عدة ارتفاعات، ببلش من الساحل للجبل. النحل ممكن تعمل كولكشن للأنواع كتير مهمة وأغلبيتها زهور طبية.
الخنزير لا ما بياكل اكثر من غيره، بالعكس بياكل يمكن قد الغنم والمعزه، وفينا اذا طعميناه كل الوقت درى، وبحب الدرى كثير، المايس والخضره كل شيء قضيت بيت من دون لحم طبعا عرضه للامراض، اذا ما اكل لحمه مثله اطيب من المعزه واطيب من الغنم حتى. نحن بالكفور بكسروان رح نفرجيكم معمل سيدرا اللي بيعمل أبل سايدر وسباركلينج أبل جوس. سيدرا هي شركة بتدعم مزارعين التفاح، في كتير مزارعين مش قادرين يبيعوا كل التفاح اللي معهم إياها، فنحن بنروح عند كل مزارع بنشوف شو عنده تفاح شكله مش كتير حلو وبنقله نحن بنشتري. بنروح على بشري، على بسكنتا، على تنورين، كل مناطق اللي فيها مزارعين تفاح منروح دايركتلي نشتري من عندهم تفاح بيعصروا لنا اياهم ببشري. اوكي سو العصير بيفوت بقلب الخزانات، ما بنزيد سكر، ما بنزيد فليفرز اور كولورينجز، نتحكم بالحراره، بنخليه يرقد بطريقه طبيعيه، اند ذن وين اتس ريدي وي ترانسفير تو ذس بيج تانك هير. ان ذس بيج تانك وي اد ذا سي او 2 ليصير سوبر سباركلينج، اند ذاتس وين وي جيت سباركلينج ابل جوس. المعمل مسجل بالاف دي اي وهلا خلصنا الحاسب تريننج فرح نبلش نصدر على امريكا. دجا صدرنا على الايفوري كوست وعندنا 0% سباركلينج ابل جوس للخليج. رح نبلش بسيدرا دراي. سيدرا دراي از كومبليتلي فيرمنتد، ما بقى فيه ولا نقطه سكر من التفاح. اتس دراي بروسيكو كانه بس معمول من التفاح. اوكي الكحول تبعه جست بيلو 7%. It feels dry to the mouth, lightly sparkling. رح نفتحها وندوقها. Let's have a taste. فيني أقول أول شغلة كتير مهمة وبرجع بذكر الكل إن هيدا القنينة مش معمولة تشربوا فيها دغري بيتمكن، لما ببطل فيكم تشموا، ببطل فيكم تعيشوا الاكسبيرينس. فاليوم الناس بتقول في اطيب منها البيره بحطها هيك وديك، ايه فاين، ما هي بتبلش الاكسبيرينس بالشم. اند يو نيد ا جلاس. فيري فروتي، فيري ريتش، كانكم واحد عم يتعم بي يعني كانه عم بيشم نبيد صار له بالقنينه تقريبا سنه. فيري سوفت، شوي شوي اسيدك بالاخر، نكزت بالتنس، فيري انجويبل سباركلينج بس بلا ما تحرق. اللي ما بحب سباركلينج بصير يحبها، وابدا ابدا ابدا ما في سويتنس. يعني ساعات حدا بيقول تفاح بيقول شيء كتير 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 فيه سكر. بيوتيفول. ان كان بالانجليزي او ان كان بالعربي، تفاح لبنان بطريقه جديده رح يصير بالعالم كله. باكجينج كتير حلو، عالم لبنان بكل فخر. البراندينج عظيم، الفيزنس الروعة، الكول أو بلا الكول، يلا سوا تنقدر نسوي تفاح لبنان بكل العالم. تشيرز. نحنا بالساسج كافي بالغينة، نحنا بالأساس بلشنا سجق وبسترما، ورجعنا كبرنا المنيو، عنا برجر، عنا صاب، عنا اشياء سبيسيال. يعني نحن بالاساس بلشنا سجق، اوكي بسطرمة مقانة، كان عنا بس هودي 3 سندوشات بالفرنجي، ورجعنا طورنا لغير اشياء، قلت لك برجر، صاب، وعنا اشهر شيء بالصاب اللي هي التندوري تشيكن. بلش بشكله، بعجقته، البرجر انسايد اوت، صوصات الدجاج اساسا ابدا ابدا منه ناشف، فليفر عظيمه وبتضلها هيك تقريبا شو 10 ثواني بيرجع بيطلع بالكم كاتشي تانية. فيري جود، حبيت هذا كمان، لونه بعتقد بيحكي عن حاله، والخبزه محمصه بس سوبر جود. Very good food.
Very very good. دجاجة مقصصة صغار طرية كتير. الصوص على قد الخضرة مثل ما لازم. ما في شي مسقع شي سخن. خبزة مثل ما لازم. برافو. هاي أنطوني عقل صايغ معك. نحنا بضيعة الغينة. أهلا وسهلا فيك. نحنا بتوقع على علو 900 متر. هلأ رح نفوت نعمل ديجوستاسيون لكل شي مونة وجبنة وأجبان وقلبين طازة من مزارعنا. وحسب كل سيزن نحنا منحضر المونة. يلا تفضل تندوق. اسمي زينة. هولي كله منتوجاتي. في جبنة لبنة. في سبيسياليتي أنا بعملها لبنة مع زيتون وحر. في جبنة مثل الدوبلا كرام بس تجي مع زيتون وزعتر. وفي جبنة مع زبيب وجوز. بلشت اول مره تعلمت الجبنه البلديه. اعطوني كادو هالوالب. بتقلك بس انه الجبنه عندك واللبنه طعمتها فيها في شيء ما عم بعرف افسره بس فيها طعمه نظافه طعمه بيت طعمه رواق طعمه ما في ملح ما في هيك انجريدينتس ما عم بالك ذوقيهم. كل ما اكلتها حسيت انه ما عم بالوقف. برافو. بيحرز مشوار لهون على الغينه لانه الشيء ببيض له. نحن هلا بالغينة بعدنا بالتحديد بالعين الضيعة عين أبعل اللي هي معروفة عن عين أبعل معروف الإله بعل عن أيام الرومانيين في له آثار هلا كمان رح نمرق نشوفها وهيدي المي بتشرب منها كل أهل الضيعة وبيقصدوها من بيروت من الشمال لأنه معروفة أنه بتحرك الرمل وصحية كتير. نحن هلأ بأثار أبعل هي أثارات رومانية كان معبد روماني للإله بعل وعلى بالحقبة البيزنطية رجعت تحولت لكنيسة بيزنطية مثل ما منشوف بالأحجار والفسيفساء الموجودة على الأرض في حقبة رومانية وبيزنطية بامتياز وأخذت اسمها الغينة. الغينة اسم سامي أخذت اسمها من إله من موت الإله اللي هو الإله بعل وأخذوا منها كمان أدونيس وعشتروت يحافظوا عليها وتضل معلم تاريخي وأثري. وفي كتير ناس عم تجي تنقلها للصورة وتعمل موزايك بقلب بيتها قد ما حلوة الأيكون. عشر وصان بس وإلي عمر برعفيون من أول مخلوق. كم ساعة بدهم بالنهار؟ ثلاثة بأربعة. بدك تتازع التلفزيون؟ شو أنا وياك؟ وعم نحكي عن المعزية تنخبر العالم قديش مهمة هالشغلة. ايه ثلاث ساعات الصبح واربع ساعات عشية. وبدك ضلك معهم واقف هون سبع ساعات مطرهم. لا ما في مزح. ما في مزح. ما فيك تتركهم تفل. لا 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 ابدا. اوكي. وقديش كم يعني عندك عشر روس كم لتر حليب بيعطوك؟ خمسة لتر. كلهم سوا. كلهم سوا. حرزانين. منيح. ما لازم. أنا ويك. على التلفزيون بدك تنزلنا. ايه. أي ساعة بدك. ما بعرف. يلا باي. يا حبيبي. مختو. منور. هلا النسوان هيك بالصف هون هون هيك والله طلع حلو عن جد. هلا نحن صرنا بصخرة أدونيس. هون في معبد ومنحوتة أثرية بالصخر بتفرجينا صورة أدونيس مثل ما بيقولوا اللي هي أسطورة. كان عم بيدافع عن حاله قدام وايلد بور اللي هو خنزير بري ومات بهالمحل مثل ما بتقول الأسطورة. وهون رح نشوف القبر تبعه وعشتروت بالمنحوتة عم تبكي عليه. وإذا ملاحظ هي المنحوتة بالصخر بتفرجي أدونيس عم بحارب الخنزير البري مثل ما بيقولوا. بيقولوا أنه مات هون وعشتروت بالصورة كمان عم تزرف دمع عليه. بحبهم هول بصير بسمعهم مرات. لك عش فيه لبنان. يا والله لبنان بده 100 سنة بتبرموا كله سوا. لبنان بثمان سنين تصوير وبعدني مش عامل ربعه. لبنان كل زاوية منه قطعة من جنة على الأرض. لبنان بعقد. وهذا البرهان.
اسمه بابيون، اذا ملاحظ كيف شكله مثل اسود وابيض مرقط كمان. بس هيدا انتو بدك تحمله انت تنصورك فيه، هيدا بيوصل لستة لسبعة كيلو. هون نحن عنا تقريبا بين 50 لـ60 بقرة كلهم على بعضهم بين صغار وكبار، بيحلبوا تقريبا كل يوم بحدود 300 كيلو حليب حسب الموسم تبعولهم، لانه حسب اي متى بدها تخلف اي متى بدها هيدا يكون حليبها عالي. وهن اهم شيء هيك يضلهم فالتين على طبيعه مرتاحين، مثل ما شايف يعني دائما هيك مرتاحين ما في هالزركه او شيء. هلو ليديز، كل شي بلدي مزبوط. تعرفنا عنه هلأ من شوي، كل شي بلدي، وحتى البقرات يحني طازة مثل ما هني هون، كله بتشوفوه لايف من ال من الطبيعة لعندكن على الصحن. تعرفنا على الضيعة، تعرفنا على الوالدة، وتعرفنا على المحل، تعرفنا على المزرعة، وهلأ صار بدنا نكسبك على الغداء. لك أهلا ولك أهلا 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 بأحلى أنتوني بالعالم. إن جيت على ضيعة الغيني، أهلا وسهلا فيك، والشعوب عندك دزيني. رح نغير اسمها للغيني، من بعد ما جيت أنت رح تصير غيني الغنية. رجعنا التقينا. مزبوط، ما كنت بدي أقول لك فوق بتشرب حليب وتوت، وهون بتشرب عرق. طل الطيف باقة، ونفسي إلك من زمان كتير مشتاقة، كنت شوفك على التلفزيون عم بتدوق، والأنانيين اللي عم يعملوا رجيم رح يبطلوا على الأكيد، لأنه بتعملها للأكل. شو طيبة، I love you، باش نظبط الشيروق في عندي غيره. ذبح صعور من عنا، وبعدين هول البيضات تبين انه ذكر، وهي اللحمه الفتيله وكذا كانك عم تاكل هليون. ومشان الناس اذا بدها تجيب اولاد وتتغذى لازم ياكلوا من هاي اللحمه، لانه بعد الاوقات بيجي تيجيب اولاد بتلاقيه بيصفوا له فيتامين، هذا الفيتامين. وكاس عرق من الكركي، وعليها انا انه بجيب طعم. معك جهاد ناظر، رئيس بلدية الغينة. أهلا وسهلا فيكم بالغينة. الغينة منطقة استياف تعلى عن سطح البحر 1000 متر، مساحتها 2 مليون متر، ومشتهرة الغينة بمناخها، وبتنقصد من كل المحلات، وفي عنا عين أبعل، وعنا أثارات معبد أبعل، وعنا صخرة أدونيس. هودي ملك وزارة الثقافة، مقصودين بيجوا العالم عليهم. وعنا بالغينة أوتيل، والحلو بالغيني انه بتضلها ضيعه، لانه عندنا مساحه واسعه منها ملك الوقف، ما بتتعمر. يعني مثل ما انت شايف هلا الغيني عندك نسبه 40% منها بتتعمر، و60% بتبقى مساحات خضراء. ونحن اليوم لما اجا احلى انطو جينا تنرجع نتذكر حد السنديان تحت السنديان. انا رح اعمل هيدا، اعمل ليها كبة محمصة، رح احط لها شوية لبنة،
ورح تاكلوا ساندويشة ما في منا اثنين. قاعدة بتطول عمر تحت الشجرة تحت السنديانة تحت السنديانة ويحمي وكاس العرق ولك صحة والناس الطيبين. باي باي باي. دعانك تفل من أرض الغينة، أنا مشتاق لك، ما تطول كتير وترجع لعندي. أماني إلك بيت بكل بيت بالغينة، وإذا حدا بيقول لك كلمة ولو الباقي علي. تعيكم مظبوط، غير متوقع. ما كنت عارف ان عندهم ويدنج فينيو هالقد كبيره، ما كنت عارف ان عندهم مطعمين، ان الصالون هالقد كبير، اللوبي كتير هالقد كبير، وانه الاوتيل مرمم سنه 2005 وجود ستاندرد. نحن وين من بعد نهار كتير طويل وصلنا على اوتيل فرانسيس، رح نقضي الليله نتعشى ننام هون ونكفي. ثالث يوم بيفتح كسر وين، يلا نعمل بر مع الاوتيل. صار وقت، صار وقت العشاء. من بعد نهار كتير طويل، بس قبل ما نبلش العشاء خليني اول شيء اقول لكم انا وين. انا باوتيل اسمه فرانسيس، صار له من 82 بطل ضاين كل هيدي الفتره بهيدي الضيعه، رجعوا عملوا رينوفيشن ب 2005، 24 اوضه، ويدنج فينيو، مطعمين، ونحن هلا بواحد منهم. بس كمان قبل ما اتعشى لازم اقول لهم ميرسي لاثنين، لجاد ولروي. جاد يلي صار له يومين معنا وهو حضر اغلبيه الحلقه، وروي برجع بذكركم ليف نو تريس، اذا عبالكم ترجعوا تعملوا الزيت البارمي، اذا عبالكم تعملوا هايك، اذا عبالكم تعملوا سياحه بلبنان بدقوا له وبياخذكم. وان شاء الله يكون عندنا زيارات اكثر واكثر بهون بهالمنطقه، لانه هالمنطقه بحاجه لحدا يهتم فيها ولحدا يضوي قصص عليها. ليف نو تريس، اليوم بكسر وين، بكره بجبال، كل يوم محل. نحن ساعه اللي بدكم حيلا مشوار، نحن كل احد معروفين انه عندنا الهايكينج تريبس تبعنا، وبحيالله وقت فينا نكون عم نعمل ب during weekdays hiking أو حتى ال internal tourism following no garlic no onion steps أو السبمارين اللبناني على الطريقة القديمة على طريقة الطفولة. ما أعرف مين اخترع هذا الساندويتش وكيف سميه سبمارين، بس بعرف إنه ما في حدا منهم من جيلنا شاب مش أكل على القليلة مرة بحياته سبمارين وحاسس هذا الإحساس تبع لي. ترجع 20 سنة لورا. أنا واقف بدي أنا ليك أخبرك شغلة. عيش بهناك عم تابعك لأنه المطبخ اللبناني هو جزء من الهوية اللبنانية. يعني عم تابعك وقلبي بيفرح وعم تعطي الصورة النقية الصافية عن هويتنا اللي هي الأكل جزء منها. أول شيء أهلا وسهلا فيكم بأوتيل فرانسيس، تعتبروا حالكم ببيتكم. هيدا هيدا التاريخ. أوتيل معمر سنة 82. هو الأساس عمي معمره ونحن أنا وابن عمي كفينا فيها المصلحة. بال 2005 عملنا رينوفيشن، جددنا غرف، جددنا كل شيء مطابخ، عملنا جنينة للأعراس، وأوتيل بيشتغل صيف شتاء كتر خير الله. لا أزمة وبتقطع، بس بالمبدأ الشغل كتر خير الله كتير منيح، نحن متابعينه على الآخر لأنه نحن موصوفين بالغمة، مش من جديد من قديم.
يعني العالم كانوا يقصدونا من بيروت لان كنا المطعم الوحيد يمكن بلبنان بهديك الايام لما كانت بقى درجه الغمه نحن نعمل غمه. اليوم اللي قطع من عندكم في سناك على الطريق وبيقدر ياخذ سندويشات، قالوا لي بيقصدوكم من الساحل تياكلوا الطابور بهذا الشكل. صح، يمكن التقيت بالشخص وخبرك الخبريه، يعني نحن ما حكينا شيء، شهادتنا مجروحه، هي هيك ساقبيت ووصل الشخص. هذا كان يجي يمكن من جبال لهون لياخذ طابور ويروح. واذا عندي عرس انا 200 او 300 شخص كل الاكل بيطلع من مطبخكم؟ كل الاكل بيطلع من مطبخنا مع كل السيت اب مع كل الاورجنايزيشن تبع الودينج، كله بيطلع من عندنا من هون. كيسكم؟ يلا. تشيز. العرق طيب، اللقمة طيبة، التشيز رولز بيقرشوا، حمصات عظيمين، مقاني السودة، وحتى اللحمة حبيت كتير 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 اللحمة، very good quality، التكستشر طبعها عظيمة، لقمة بيت، لقمة طيبة وقعدة غير شكل. وين نحن بغينا. good night، نلتقى بكرة على بكرة ومنكفي برمتنا بالفتوح، منطقة كلكم لازم تزوروها. هلا شو بعمل؟ روح يمين شمال أو اثنين مع بعض.